الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل السادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. مقدمين النهاردة، عاملين النهاردة فرخة حطيناها في محلول حلو جدا، ومحتاج بجد إنك تجربي إنك تعملي الفراخ بهذه الطريقة. يعني الطريقة ديت هي طريقة جميلة جدا، أنا واخدها من حد خليجي بصراحة، ولكن عجبتني قوي. عملتها في البيت، ما فيهاش ريحه زفاره، الطعم انا مش عايز اقول لك، تاكلي العظم بتاعها من حلاوتها ومن النظافه بتاعتها ومن الريحه الجميله اللي مطلعاها. تشوفي النهارده الفراخ اللي احنا عاملينها النهارده، الرز برضو عاملين رز، مقدمين رز عاملينه بطريقه حلوه جدا، رز بسمتي مع شويه بصل ورد كده هنقدمهم معاه. وعندنا النهارده فرنش توست برضو، وعاملين سلطه حلوه جدا زي الدقوس كده مع الرز. اي اسئله او اي استفسارات، ورقم التليفون الارضي ظهر قدامكم 02-38-35-227. خلينا نبدا ونشوف موضوع الفرخه. بجيب الفرخه ونغسلها كويس جدا، وبشتغل فيها نظافه زي اي طيور عندك، اللي هو ممكن معلقه دقيق، اللي هو عصير ليمون، شويه خل وميه، وبنقعهم فيها ربع ساعه، وبعد كده بطلعها، وبعد كده بنبدا ان انا انشفها كويس ونبدا نحطها في المحلول ده. انا بقول لك اهوت، جربي الحاجات ديت لو في الاولاد عندك وشوفيهم هيقولوا طعمها عامل ازاي. ده محطوطه في محلول النقع لمده 8 ساعات في التلاجة. طيب ايه هو بقى المحلول ده؟ ده ميه مع شويه ملح صغيرين، حلو الكلام، محطوط فيها شرايح برتقان، محطوط فيها كزبره، حبوب كزبره، اهيت كزبره ناشفه، محطوط فيها فلفل حبوب شويه صغيرين، محطوط فيها حبهان، ومحطوط فيها شريحتين اتنين من الليمون. بقالها قد ايه بالظبط؟ احنا حاطينها بالظبط من 8 ساعات، يعني من اول ما تشاف جه التحضير وهو حاططها، احمد ربنا يبارك له، حاططها في المحلول الناقع ده لمدة 8 ساعات بالظبط. بعد كده يعني نركز تاني، نقول المحلول ده تاني. المحلول بعد ما بتشطفي الفراخ، يعني بعد حضرتك بتجيبي الدجاجة بتاعتك كده اهوت، تشطفيها وتظبطيها، وبعد كده بتطلعي تنشفيها وتحطيها في المحلول ده. المحلول ده عبارة عن مية، بتحط فيها عصير ليمون أو ليمونتين، الليمونة كده تقومي قسمها نصين وتقومي حطاها، شرايح برتقان، أربع فصوص حبهان، عندي كزبرة ناشفة، حتى بص الحبهان بص فتح ازاي، وريحه بتاعته كمان طلعت حلوه جدا، بس انا كنت ضاغط عليه عشان اطلع منه الحبوب السوداء دي عشان تطلع النكهه بتاعتها تبقى في الفراخ نفسها. وبعد كده عندنا فلفل اسود حبوب وشويه ملح صغيرين وبس. وثمان ساعات تحط الفراخ ديت. انا بقول لكل ست بيت تجرب الطريقه ديت، وان شاء الله تعجبها جدا جدا جدا. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ هنشويها بقى في الفرن. هطلعها اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بص ما شاء الله حته قشطه طالعه اهي، طلعها كده ونصفيها كويس جدا. وبعد ما نصفيها من الميه كده اهوت، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا. اجيب عندي منشف مطبخ، مناديل مطبخ، وابدا ان انا انشفها كويس جدا بالشكل ده اهو. من جوه برضو نفس الكلام، منشف المطبخ نقوم حاطين هنا اهو، هنشفها كويس جدا من كل حته ومن الظهر، عشان هنبدا نعمل لها التتبيله بتاعتها زي ما هي كده سليمه. والله عايزه تفتحيها براحتك، يعني عايزه تفتحيها كده من هنا من عند سلسلة الظهر كده براحتك اهي. كده. والسلسلة دي انا بشيلها خالص، مش محتاجها. دي. بص يا جيمي بالرقبة بتاعتها. دي كده اهو بتتشال. دي. مش عايزها بالحتة الرقبة دي. مش محتاجينها خالص. يبقى بعد ما بفتح يا جيمي الفرخه بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، بتلاقي السلسله بتاعت الظهر هنا بالرقبه بالفقر، بنقوم واخدينها يا باشا كده اهوت، شايلينها بالرقبه بتاعتها دي، مش محتاجينها خلاص. والحاجات اللي جوه دي يا جماعه مش بتتاكل،
فاهم ازاي؟ بس تقول لك كبده، كبده ايه بس؟ ننشف ماشي، وبعد كده نقوم قلبينها على الناحيه الثانيه. فبص بايديا كده واقوم ضاغط عليها كده ونكسر العظم. الصلاه على النبي عليك يا جيم. كده كده كده، ونيجي عند حته الصدر دي كده 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 عند الورك اهو كده وكده، نفتحها كده اهو. شكرا. بنبدا بقى نعمل لها ايه؟ اهي بص عامله ازاي؟ بنبدا نعمل لها التتبيله بتاعتها. بص بقت عامله ازاي؟ بص يا عم جيمي، ده المحلول اهو. نقوله تاني، معلش انا اسف، نقوله تاني نذكر الناس. بص شرايح برتقال، ادي كزبره، فلفل حبوب، والمقادير على الهواء، حبهان بنضغط عليه، اتنين ليمونيه، شويه ملح صغيرين، ونسيب يا باشا الفراخ تبيد 8 ساعات بالظبط. طيب تعالوا في الثلاجه اهو، ما هو اكيد في الجو ده يعني هيبقى في الثلاجه. امال ايه يا جيمي؟ لا يا عم. تعالى بقى يا باشا اخد عندي طماطمايه، حلو الكلام، بشر بصلايه، ناخد الميه بتاعتك كده اهوت، نعصرها، اديله ماشي شويه ايه توم باودر عليها، خلاص مش هنحط مثلا باودر بقى خلاص، شويه بابريكا صغيرين. بص 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 الكلام الجميل ده بقى، ده الكلام الجميل بقى، معلقه عسل ابيض، دي بقى بتدي بتدي لون غير طبيعي. شويه زيت زيتون او زيت ذره لو ما عندكيش، شويه فلفل اسود، وبعد كده يا باشا الملح، ولا في الاحلام. اقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. عايزه تسيبي الفراخ سليمه زي ما هي من غير ما تقطعيها ولا تفتحيها، براحتك. هوب بنقوم واخدين البشا دي كده اهي، الله ريحتها حلوه قوي قوي قوي. ادي عندنا الفراخ بعد ما اتبلت معايا زي ما حضرتك كده شايفه. ناخد بس التتبيله في كل حته، عايزه تسيبيها ساعتين اتنين يا سعاده الباشا براحه حضرتك خالص. بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بنفتح الفرن. انا عندي في الفرن هنا شبكه الاير فراير، عايزه تحطها في الاير فراير على فكره شغال، يعني كل البيوت دلوقتي بقت فيها اير فراير، مع ان انا الاير فراير بالنسبه لي هو فرن، هو فرن يعني، انت فاهم ازاي؟ والله يعني ما فيهوش اي حاجه يعني جديده، هو هو فرن بس انتشر انتشار. هو طبعا حاجه صحيه مناسبه يعني، يعني الاكل طبعا عمره ما بيطلع زي الزيت طبعا، لانه ما بيشرب زيت، بس هو لازم تعرفي فكرته، هي فرن ما فيهوش حاجه يعني، مروحه من جوه، هيتر شغال فوق وهيتر شغال تحت، وبتبدا ان انت تحط عليه الحاجه وبتستوي بخت زيت بقى زي ما انت بتشتغلي باي حاجه. ولكن دلوقتي الاير فراير دلوقتي بقى ايه، زيه زي الثلاجه زي البوتاجاز. خش بقى عليا كده يا عم جيمي، بص الكلام الحلو بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اديله يا باشا، اسمع الشوي بقى واسمع الاصوات. حط التتبيله كده من فوق عليها، وفي بس ايه نقطه مهمه نعملها تحت الصاج اللي احنا حاطينه تحت ده، عشان تطلع الفراخ فيها طراوه حلوه. شد الصاج ده كده. طب ليه بقى حطيت ميه؟ اول حاجه عشان لو التتبيله وقعت على الصاج ما تتحرق، ما يعني ما يطلعش دخان ويقلب لي الدنيا، وفي نفس الوقت البخار اللي طالع ده يساعد على التسويه ويطلع لي الفراخ فيها طراوه حلوه قوي. اقفل يا باشا كده تمام على درجه حراره 170، سيبها براحتها بقى لحد ما العظم ايه يتشال من اللحم خالص. يا ام مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا ام مصطفى عامله ايه؟ الحمد لله والله، تسلم ايدك اللي انت بتعمله والله. الله يخليك يا ام مصطفى يا غاليه، الله يحفظك. عايز اقول لك محليل النقعي ده انا بزود له معلقه طحينه بيبقى جميل والله. حلو جدا محلول النقع، بس انا بقول لك اهوت بلاش طحينه تحطيه في محلول النقع، حطي معلقه الطحينه في التنظيف الاول. اه يعني حطيها لما انت بتنضفي الفراخ افضل.
لان الطحينه هتداري على طعم الحاجات التانيه، فاهمه ازاي؟ فاحنا الطحينه بنحطها يا ست الكل يا ام مصطفى، بحطها عشان تشيل اي زفاره تبقى موجوده، وبلاش دقيق بقى، لو حطيت طحينه بلاش تحط دقيق. تمام، شكرا لحضرتك جدا. يلا بقى نعمل شويه رز على مين؟ بص يا باشا بقى، الرز البسمتي واتفقنا بيتنقع لمده ساعه، رز طويل الحبه اهو بيتنقع لمده ساعه بالظبط عند حضرتك على في بوله، وبعد كده بيبدا اللي احنا نصفيه. عندي بصل، فلفل حامي، فلفل حبوب حبهان، بعد كده عندي شويه زبده وزيت. حله حط فيها شويه زيت، قطعه زبده، البصل على اربعه بس كده، واحد اتنين، خش يا عم جيمي انت نسيت الشغلانه يا عم، صدقني انا مش بضحك عليك. ماشي يا كبير. خد البصل كده على اربعه، حط زي ما هو كده، شوية فلفل حبوب حبهان فصين اتنين كده، اضغط عليهم، الله على الروايح، فين ال فين فين التوم؟ ايوه بص يا باشا بقى، لا 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 بقول لك ايه، ده بقى في حته تانيه خالص، نص راس التوم ديت تحطيها كده مع الرز البسمتي، اتفرج على الحلاوه والجمال. تحبيشه دي كده اعمليها لايه؟ للرز. شويه فلفل، الملح، وبعد كده بعد ما شوحنا الحاجات الجميله ديت والروائح دي طلعت، بنقوم نازلين عندنا بالرز بتاعنا. والرز البسمتي زي ما اتفقنا بياخد ملح طبعا اكتر من بلدي. بقلب وهو بيتقلبش كتير عشان ما يتكسرش منك، يا دوبك بس بدخل الكلام ده هو كله فيه الملح والايه والبصل والحاجات الجميله ديت، فريحته حلوه يا جماعه والله بجد، ريحته حلوه قوي. اقلب فوق لتحت كده هو، وبعد كده اقوم واخد عندي الميه السخنه ونبدا ننزل نديله يا باشا. واحده فلفل حامي كده يا جيمي، حته زبده كده صغيره من فوق تظبط لي المسائل، واقوم قافل عليه لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. انا عامل فرختين اتنين بصراحه، عاملهم في الفرن ورا عشان الوقت، فالرز هيستوي على طول، هنبدا نطلع الرز وبعد كده نبدا نفرده. وعندنا من فوق بقى بعمل ايه بقى، بقوم حاطط عندي بصل ورد زي ده وزبيب، بنحط عليه شويه ميه كده ونسيبه عشان هشوحه، وبعد كده انزل عليه بالبصل ونقدمه مع الرز. وجبه من الاخر هنشوفها ان شاء الله تكملتها، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل، عملنا الفراخ وقلنا طريقه محلول النقع، مش محلول نظافه، عشان ام مصطفى لما انا دورت السؤال في دماغي تاني هي بتقول انا بحط الطحينه، لا ده محلول نقع، محلول نقع ده بيساعد اول حاجه الفراخ تستوي بسرعه وهي في الفرن، بتخلي الفرخه تبقى دايبه، يعني فاهمه ازاي؟ الصدور مع الحاجه تلاقيها وانت بتاكليها كده دايبه وطعمها حلو قوي، وريحتها بتبقى جميله من محلول النقع غير محلول نظافه، انت بتنضفيها عادي وبعد كده بنحطها في محلول النقع. بعد كده عملنا لها تتبيله، سيبناها لمده ساعه وحطيناها عندنا في الفرن. كل شويه طبعا ببدا انزل عندي هنا في الصاج بميه سخنه عشان ما يتحرقش معايا، وفي نفس الوقت
البخار اللي بيطلع ده هوت بيطري معايا الفراخ، وبعد ما بتستوي ان شاء الله بنطلعها وبنقدمها. تعال نشوف الرز برضو، هدينا عليه النار خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اهو حاجه كده من ايه، لوز العنب. بص الجمال والحلاوه. هدي عليه النار بقى خالص لحد ايه ما بقلبش. سيب النار تمام اهو ماشي. هنا بقى الطاسه دي بحطها، طاسه كاتشينوبا المحترمه ديت، نقوم واخدينها وعاملين ايه شويه زيت صغيرين. هناخد الزبيب واصفيه من الميه. عشان هنبدا ان احنا نشوحه تشويحه كده حلوه في الزيت عندنا. طيب شويه سلطه هنعملهم برضو مع الايه، مع الفراخ والرز. والفراخ زي ما اتفقنا ساعه ساعه ونص براحتها خالص. بتعرفي منين؟ بتمسكي العظم اي فراخ كده بتسويها، بتمسكيها من عند الدبوس وتمسكي الدبوس كده او العظم وتايه شويه كده وشويه كده. لو لقيته طلع على طول يبقى خلاص استوى، لسه بيشد تسيبيها براحتها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزبيب. يكرمل معايا بقى السكر اللي فيه ينزل كده ويكرمل معايا. وهنا بعمل حاجة كويسة جدا في الرز، بعد ما بيختم معايا كده بقوم واخد شوية بصل ورد كده عليه من فوق. ده شغل عالي ده. ها بصل كده يا باشا ايه محمرينه نقوم واقفين عليه. فالرز بياخد النكهة الجميلة بتاعت البصل ده فبيطلع معايا حلو قوي. يلا سلطة. طماطم حمراء، في الكبة يا باشا حط عندنا الطماطم. هعملها طبعا ايه كميات لان الكبة صغيرة. فلفل اخضر رومي نقطعه مكعبات صغيرة. كلام جميل. فصين اتنين توم مفرومين، انا اقسم عاملها على اتنين يعني بمرحلتين. بعد كده عندنا شوية صغيرين من البقدونس يدي طعم خطير، عصير ليمونة، الملح يا سعادة الباشا، الخل. أو زحمة بقى كان عندك بقى شوية خل كده حلوين كده، بارك الله فيك. طلعوا لي حاجة كده حلوة وبعد كده نشغل. بس يا باشا اهي نقوم حاطين عندنا شويه خل عمو جيمي هنا. شكرا. وديها كده واحده كمان كده فرمه كمان. احلى حاجه في الدنيا والله السلطه دي، السلطه دي يعني مزيكا. الزبيب كده يا عمنا خلاص كارميل اهوت، حروق معايا كده اهوت. بقوم ايه افصل عليه بقى النار خلاص، لون شكل زي العسل. بقوم راكنه كده جانبا. نقول سلطة تانية اهيت، طماطم نحطها في الكبة، طماطم حمراء يعني كفيلها أصلا من غير ما تاكليها ريحتها تأكل لوحدها. طماطم حمراء، طماطم تكون حمراء دي أهم حاجة. فلفل أخضر رومي، لو عايزة تحط واحدة حامي أو فلفل حامي نديها فلفل حامي. شوية بقدونس مفرومين
فصين اتنين توم، مش كتير التوم طبعا عشان ما يخليش ريحتها او طعمها كمان يبقى تقيل. شويه ليمون وشويه خل اساسي طبعا مع شويه ملح. ونقفل ونشرب. دي يا باشا هنقدمها مع الرز. في كوبايه ثانيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط التلاته كده جنب بعضهم. طبعا لو عايزه تضيف طبعا تخليها حامي براحتك بقى، اللي عايز يحط مثلا فلفل حامي معاها يضيف زي ما هو عايز. حته جميله قوي قوي. في طبعا الفرنش توست هنعمله. خلينا بس نشوف ايه الاخبار. الرز اهو نفتح كده. البصل طبعا اللي انا مقطعه الاربعه ده كله هيتشال. حلو الكلام اهو. قلب كده اهو. والبصل اللي احنا مقطعينه على اربعه واحنا بنقدم الحاجه هو والتومه اهي خلاص مش عايزها، خلاص عملت لي ريحه تمام، فانا مش محتاجه خلاص معايا. والزبيب كده جاهز معايا. والفراخ ان شاء الله نبص عليها لسه بقى براحتها خالص بقى ايه تكمل التسويه بتاعتها. في بقى عندنا الفرنش توست بقى. هو طبعا التوست بتاعنا احنا بنعمله انا عاملينه هنا في القناه مش جايبينه جاهز، عشان الفكره الفرنش توست لما بنيجي نعمله هيبقى ازاي بره زي ما بنشوفه. حتى لو انت بتشوفيه الوصفه بتاعته الاساسيه اللي هو بيتعمل بالحجم ال 5 سنتي، يعني الشريحه اللي هي بتبقى الشرايح توست الشرايح اللي نجوم بره بيبقى صعب ان انت تعملي بيه الفرنش توست، بيبقاش مظبوط. او ينفع لو حشيتيه، يعني لو جبت واحده وحشيتي زبده وحطيتي الثانيه والثالثه وتعمليه بثلاثه. عشان كده انا بعمل فرنش توست على طول عندي، بجيبه عندي التوست جاهز اهوت. اصل انا بعمله يعني، بس بجيبه اهوت يبقى موجود يعني عندي جاهز يعني على التقطيع على طول. وبالايه بالحجم ده، فاهمه ازاي اهو؟ فاهمه ده الحجم ان المفروض يتقطع بيه الفرنش توست كده. حلو الكلام. بص هتلاقي كله مقاس واحد. عشان بعد كده بنعمل ايه بقى؟ ببدأ اجيب عندي حلة كاتش نوفا، وده الطقم الكبير، الطقم ال 21 قطعة من كاتش نوفا، الطقم بغطيان ستانلستين 18/10. يعني ايه 18/10؟ يعني الستانلستين اللي فيه ده، الستانلستين ده بيور 100%. المعدن اللي موجود ده برضو استانلس زي ما حضرتك كده شايفة. الشبكة دي حلوة جدا ولطيفة قوي، انا بحبها قوي. يعني دي تستخدميها لحاجتين اتنين، ممكن احط فيها اي بطاطس ولا حاجه هنا وبعد كده نقوم منزلينها في الزيت، او مثلا سامبوسك او سبرينج رولز اي حاجه انت بتقلي فيه هنا، او كبيبه تقلي هنا وتقومي مطلعه كده عشان ايديك ما يحصلهاش اي مشكله. او ممكن استخدم الشبكه دي برضو للمكرونه، يعني ممكن هنا دي لها استخدامات كتير. انا بستخدمها بقى مكرونه اهي، نطلع بيها المكرونه ونصفي كده ونطلع بيها المكرونه المسلوقه. او ممكن كمان يا جيمي اروح استخدمها في الوك اللي هناك ده كده اهو، فاهم ازاي؟ يعني هي بتستخدم في اكتر من حاجه. برضو نفس الكلام ممكن اقلي هنا في الوك، يعني مش ممكن اقلي في الطاسه، ممكن اقلي اي حاجه كبيره فممكن اشتغل هنا في الوك. ده محتاج الوك محتاج زيت كتير. فالحاجات قدام حضرتك اهوت، الطقم وده رقم التليفون والكيو ار كود اللي تقدري تخشي على ماركت كاتش نوفا تشتغلي على طول من الرقم التليفون، بيرد عليكي المبيعات هناك وتحت امرك في اي حاجه هما بينفذوها. طيب هنشتغل في ايه؟ هقول لك بقى يا باشا، تعالى نشتغل في الايه؟ في الجريلا دي.
نقوم واخدينها ونقوم حاطينها عندنا على النار، سخنها بعد كده عمنا واخد شويه سكر واكرملهم لوحدهم كده. حلو اهو، حوالي ربع كوبايه سكر كده، اكرمل دول مع نفسهم الاول، والتوست قطعناه. ناقص ايه؟ ناقص الابراي اللي انا هعمله للتوست. فبحط عندي الحليب، بسم الله، عندي اهو، وعندنا شويه سكر صغيرين، شويه سكر صغيرين قوي، عندنا قرفه زي الفل. بص بقى، عايزه تاخدي قشر البرتقال كده اهو، كده ده مكان الفانيليا، واعصر البرتقال ده عليها كده. يعني بعد ما خدت القشر اقوم عصر البرتقال عليها. كلام جميل، كلام جميل. اقوم واخد عندي مضرب السلك ومقلبين الخليط ده مع بعض. هنستنى بقى وننتظر بعد الفصل ان شاء الله على ما السكر ده يبدا يكرمل معايا والابراي هبدا اخبط فيه، وكده بكده وكده الفريش توست يبقى جاهز معايا. هعمل لك حاجه حلوه جدا بالايس كريم هتشوفها ان شاء الله، ولكن بعد الفصل. زي ما انت شايف اهو عمنا، ادي الكراميل عندي بدا ايه يسيح معايا بدون اضافه اي حاجه خالص، السكر بس. ماشي الكلام اهو، اقلب. انا بقى اصلا بعته شويه عن النار عشان كان بدا ياخد اللون، عشان ما يمررش الكراميل بالذات. يا جماعه لو خد لون زياده باظ منك، هيمرر. معلقه زبده، بصي اهو كده، ماشي الكلام الجميل اهو. ادي الزبده اهيت بتقوم عامله بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونقلب الزبده مع الكراميل كويس جدا اهو، بسم الله. جاهز بقى يا باشا. بص يا عم جيم، اقوم واخد عندي الصوت يا شباب عشان انا سامعكم. اخد عندي اهو، بص التوست كده كده يمين وشمال لحد هو بيتشرب، هو كده كده بيتشرب على طول. هم واخدين كده ومصفيين يا سعادة الباشا، ورايحين فين؟ هوب على الكراميل ده. الله، شغل عالي قوي قوي قوي. اقلب خليه يتشرب براحته. اصفي وهوب رايحين فين؟ على الباشا ده. اه يا حبيبي، كله زي الفل. على هنا نقلبي الوش التاني.
سيبيه ايه يتحمص براحته خالص، وبعد كده اقدمه. فلك ان تتخيلي الطعم اصلا هيبقى عامل ازاي بقى. طيب ادي الرز، شلنا منه البصل، شيل من فلفل حامي ريحته خطيره، ونقدمه على طبقين اتنين. هوريكي جودة الحلة دي عاملة ازاي دلوقتي. بصي بصي يا جيمي من جوه بقى الحلة من جوه، هتلاقي نقل حباية الرز، حباية الرز يا باشا بص من تحت زي فوق بالظبط، وده من مميزات حلة الكاتش نوفا المحترمة دي. هاخد عندي هي دي ونشيل الكلام. لا لا مفيش حاجة بتلزق بفضل الله. هنا كده نقوم عاملين كده شايلين دي كده، البصله دي مش محتاجينها. ادي الفرخه يا باشا، بص 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 بقى اللي استوت دي في النص هنا، ودي اللي استوت هنا في النص هنا. صاله الدقوس الجميله بتاعتك هنا، صاله الدقوس بتاعتك الجميله هنا. أستاذة منار السلام عليكم. أستاذة منار، يا أستاذة منار، أستاذة منار السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك يا أستاذة منار عاملة ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله كله تمام. ممكن أستفسر بس على صوص الكراميل؟ صوص الكراميل حاضر، عينيا الاتنين والله حاضر. صوص الكراميل ينفع بالزبدة بدل السمنة؟ ينفع، ما هو بالزبده مش بالسمنه، ما بحطش سمنه خالص. ينفع يعني؟ انت قصدك تقولي السمنه مكان الزبده ولا انا غلطان؟ السمنه ينفع احط له سمنه بدل الزبده؟ لا ما ينفعش، عشان كده قلت لك لا ما ينفعش، لان السمنه هتخرز منك الصوص. الزبده بتظبط معاكي الصوص جدا. فاهمه ازاي؟ تعالى بقى بص يا باشا ايه، هوريك منظر حلو بقى. تعالى بقى بص بص الكلام. تعمليها كده اهو، بصي هتلاقي طلعت معاكي زي السكينه في الحلاوه. سد الفراخ يا باشا من جوه، لوز لوز الله اكبر. ماشي كده، يبقى مع صاله الدقوس مع شويه الرز دول بالهنا والشيخه يعني، والله بجد يعني حاجه من الاخر. طيب عبارة عن فريش توست ايه بقى؟ نروح نبص عليه هنا. لحد ما يتقرب معايا هجيب طبق، هجيب طبق بس يا صاحبي. ماشي يا استاذ عبير السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذ عبير؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. والله يا شيخ محمد انا من اعز المعجبين بحضرتك. ربنا يخليك يعني، انا شرف ليا ان انا بكلم حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ عبير والله، ده كلك ذوق. الله يخليك يا شيخ، انا بحب القناه بتاعتكم جدا، وانا بحاول اكلمكم من زمان بس والله الرقم على طول يديني مشغول. ربنا يخليك لينا يا ست الكل والله، معلش. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ محمد، مبارك فيك. ليه طلب عند حضرتك؟ طبعا اتفضلي. انا عايزه القرع العسل بالبشاميل. يا بس كده، عينيا الاتنين حاضر. وتعمله لنا يا شيخ بعد اذنك في حلقه كده. عينيا الاتنين حاضر، عينيا الاتنين، اوعدك الاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل لك احلى حاجه. ماشي؟ بص بس الفرنش توست ده عشان ايه؟ طبق ده ايه؟ طبق ايه سبيشال كده معمول وصايا. وهو طالع كده سخن يا عمنا، بنعمل ايه بقى؟ بص الكلام. يا نهار ابيض. خطيره خطيره دي بقى. ايس كريم سخن. ايس كريم سائع، اسف على السخن ده. فبيعمل ميكس رهيب عليها. يا ست ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست محمد؟ ازيك يا ام احمد عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه بالصحه والسلام يا رب. الله يخليك. عيالك عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم، سلام على حضرتك والله. سلم على حضرتك بس. اهلا وسهلا. كل سنه طيب. وانت طيبه وبالصحه والسلامه، شكرا ليكي. الله يخليك يا سيدي، ربنا يخليك يا رب، فرحان باولادك. اللهم امين يا رب العالمين، حياتك. الله يخليك يا سيدي. الله يخليك، شكرا يا ست الكل، بارك الله فيك.
يا باشا. شكرا يا جيم. اقلب اهو. احنا الموضوع ده محتاج عصير بقى، يعني احنا في عصير كده هنعمله ان شاء الله بقى. ايه الزبدو بقى يرطب المسائل دي كلها. انا ما بستعجلش، انا بفضل اقلب في التوست كده، ويا ريت الحجم بتاعي يكون كده عشان نستمتع بالفرنش توست صح. ادي لسه في شويه كراميل اهو هنا، علي ليه بقى؟ بتاكد اللي هو خلاص اتشرب تماما الابراي اللي انا حاطه. اصفي ونروح فين؟ اديله يا باشا. هوب نديله اهو زي الفل. ماشي يا ام ابرار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام ابرار؟ ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك، ان انا من اشد المعجبين بيكم. ربنا يخليك يا ام ابرار. جدا. انت عامله ايه؟ كله تمام؟ طب ماشي يا شيخ محمد، عندي سؤال بس. اتفضلي. انا كل ما باجي اعمل المعجبات بتنشف مني، او مثلا بتطلع في ساعتها طريه وتيجي مثلا تاني يوم الاقيها ناشفه محجره او بعدها بتنشف. هو كده 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 الخميره فيها مشكله، يا اما التخمير فيه مشكله. لما نعمل كل حاجه قدامكم الموضوع بيبقى بمنتهى السهوله، وهي المعجنات هي ممارسه. يعني ايه ممارسه؟ حضرتك يعني ما تعملهاش مره وتبوظ منك وتقولي لا ده انا عملتها وباظت. جربي تاني، بس جربي في نص كيلو، ما تجربيش في 2 كيلو و3 كيلو، جربي في نص كيلو بس معاكي الحاجه. احنا بنقول المقادير، بنقول كل تفصيله في المعجنات، مفيش حاجه كبيت كمان، مش بنقولها كمطاعم وفنادق. مطاعم وفنادق ده موضوع تاني خالص، ملوش علاقه باللي احنا بنعمله. يعني ايه ملوش علاقه؟ يعني هم بيستخدموا خامات وبيستخدموا معدات معينه. انا بقول لك التفصيله بتاعت ست البيت، انك تطلعي شويه مخبوزات زي ما قال الكتاب. فانا انت تابعيني ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا حلقه مخبوزات، وان شاء الله تطلع معاكي الحاجه مظبوطه. ماشي شكرا ليك. الله يحفظك. الله يحفظك يا فندم. الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه. هنا ايه الاخبار؟ الله 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 الله. قلب. يلا يا باشا. ده ساح الايس كريم طبعا بيسيح مع الفرنش توست بقى اللي هو الكريسبي بقى اللي هو الكارميل ده، فبيعمل ميكس كده رهيب. في بقى ايه زبدوه كده نرطب على قلبنا ان شاء الله بيه بعد الفصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل، والايس كريم ساح والفراخ دايبه والدنيا جميله. فخلينا نعمل عندنا الزبادو الخلاط اللي احنا هنبدا نشتغل فيه النهارده، وهنستخدم زبادي المراعي اللي عندهم اكتر من فليفرز. موجود عنده من التشيز كيك الفراوله، وعندهم الساده طبعا العلب الكبيره والعلب الوسط والعلب الصغيره، وعندهم برده التوت رهيب بحبه جدا. قطع المانجا في قطع الفاكهه فيها حلوه، يعني قطع المانجا اللي بتبقى موجوده في الزبادي بتبقى حلوه قوي، سواء الفراوله برضو جميله. فانا هستخدم المانجا وهنعمل منه شيء جميل دلوقتي. استخدم اتنين زي ما حضراتكم كده شايفين، وكريمي وبيطلع الحاجه طعمها حلو قوي. فانا مش هستخدم مانجا لان هي اصلا الزبادي فيه مانجا نفسها. هاخد بس لان هعمله طبقات، هعمل زبادي زبدوه هعمله بالمانجا وبالفراوله، ونعمله طبقات. هنستخدم من زبادي المراعي المانجا والفراوله. احط هنا في الخلاط عندي ربع لتر بس من الحليب، عشان ابقى اعمل حساب او الكميات التانيه اللي هعملها. بفتح عندي زبادي المراعي اهوت المانجا. بسم الله نفتح يا سمسم. بص بقى تلاقي ايه من تحت، هتلاقي المانجا يا باشا نازله اهيت. ايوه اوعى البهاريز. واحد كمان يظبط الاداء، علبه كمان تظبط الاداء. نفتح
ماشي. معلقة سكر بس. ادي واحد نص كده. ناقص ايه؟ ناقص تلج يا باشا. نهار ابيض، شوية تلج كده ينعنشوا المسائل برضو. والله لو فيه يبقى حاجة حلوة. ايس كريم فانيليا كده. السلام عندي، ما اقولش ما يقولش لا يعني. وعشان برضو اطلع الحاجة كده بديها نقطة بسيطة جدا من اللون الايه الاصفر. اقفل ونشغل. شيل الباشا ده، مش هنصبه دلوقتي، هنصب المانجا هنا. بص نازله عامله ازاي، اصحى للكلام كده. ايه زبدو المانجا بنفس الخلاط من غير ما نغسل، من غير ما نعمل اي حاجه، نحط الخلاط بتاعنا ونحط ربع لتر برده من الحليب اهو. حبه تلج محترمين. هنستخدم بقى زبادي المراعي بطعم الفراولة. نفتح هو ريحته اصلا عامل زي الايس كريم. ننزل، وخلي بالك من حاجات بقى اللي تحت ديت، ايه يجي بقى معاكي بهاريس دي الاساس يا باشا. احنا عاملين الزبادي عشانه. عاملين الزبادو عشان البهاريز دي. ايس كريم فانيليا شغال. سنه بسيطه جدا من اللون الاحمر يا عيني، حاجه بسيطه قوي. لا لا اسكت، ده كتير كده. معلقة سكر صغيرة ونقفل بسم الله ونشغل. طعمه حلو قوي قوي قوي. نفتح كده ماشي، وبعد كده يا عم جيمي الاتنين قصاد بعضهم كده اهو بسم الله. ماشي اهو الاتنين مع بعض كده اهو، بيعملوا ميكس كده فواكه. المانجا مع الفراوله. هنمسح هنمسح، انا هروق لك المسائل دلوقتي. تعالى بس كده، تعالى 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 نضف. كده تمام التمام. احلى زبادو تقدموه ان شاء الله بالهنا والشفا. حلقتنا خلصت النهارده. انا بس عايز اوريك حاجه قبل ما اقفل الحلقه، بس عايز اوريك الجمال ده يعني والعظمه دي كده بسم الله. بص بص يا باشا، ده 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 شغل عالي ده بقى، خلي بالك بقى. بص بص، وبعد كده تلاقي ايه تقوم عامل كده. بص من جوه الفرنش توست يا باشا عامل ازاي. الله يا باشا، انت باشا محترم. وده بالايس كريم كده، والله يا ربنا يسامحنا بقى. الله الله، في حته تانيه خالص. اشوفكم على خير، حلقه جديده من برنامج المطعم. سلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.